اهلا بكل متابعي تلفزيون يوم السابع وحوار مختلف مع قيمه فنيه كبيره جدا. بدات مشوارها الفني من الخمسينات وكان اسمه بمثابه علم في مسرح الجامعات ما بين الجامعات المصريه المختلفه، ده بشهاده فنانين كتير على راسهم استاذ اسعاد يونس اللي لما استضافته قبل كده قالت عنه باللفظ كان كل الفنانين في جيله يتمنوا وهم لسه طلبه ان هم يحققوا ربع شهرته في الجامعات. هنكلمه عن مشواره وهنكلمه عن محطات كتير جدا في حياته سواء الشخصيه او في بصفته كان شاهد على العصر في مرحلة فنية مهمة جدا في التاريخ سواء في المسرح سواء في السينما وعن أهم أدواره. معانا الأستاذ والقيمة الفنية الكبيرة أستاذ فاروق فلوكس واللي هيكلمنا عن أمور كتيرة جدا في حوار مختلف على التلفزيون اليوم السابع. إن المشاكل اللي سببها الدور الراقصة والسياسي كانت كبيرة جدا، أنت قلت يعني حتى أولادك يعني. أولادي بقى العيال الزمايلي زمايلهم اعتبروني بقدم حاجة فاسقة جدا وبقوا يتريقوا على الولاد في المدرسة. معناها مدرسة كانت قطاع خاص يعني غالية وكانوا بيجوا عياطوا يا عيني وبتاع. فرحت قابلت الناظر وكان اسمه مستر تومسون وكان رجل انجليزي. قلت له I have a big problem that my son and my daughter كذا 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 كذا. قال لي اهو وري وانت. قلت له عايز اخش الفصل اقول للولاد يعني زمايله لأنهم بيحصل بينهم نزاعات وتصل المعارك يعني. فقال لي طيب سلمني المدير المصري الناظر المصري يعني، والناظر المصري سمح لي ودخلت قابلت الأولاد في الفصل وشرحت معنى الفن وان ده فن وده كذا وأنا هو قدامكم أنا أبو أحمد وأبو يوسف وأخته وده احنا بنقدم فن. مش معنى ان انا اقدم واحد حرامي ان انا حرامي، مش معنى ان انا اقدم واحد سكير ان انا سكير، مش معنى ان انا اقدم واحد من هذا اللون ان انا كده. هو ده الفن. حضرتك يا ابني يا ابنك يا بنتي ما بتمسكوا كراسة الرسم مش بترسموا واحدة ست شكلها كذا او راجل كذا او كلب كذا او حصان كذا. هو ده المعنى الفن انك انت بتميز. وعلى العموم انا اسف اذا كان ده جرح احساسكم واحمد ويوسف دول اخواتكم وكده. النتيجه سقفوا لي وولاد قاموا يحضنوني كده وكده وخرجت وانتهى هذا الامر. هو كانت مشكلتي بقى في الشغل لان انا كنت مهندس. نعم قعدت 8 سنين من غير شغل بعد الرخصة والسياسة. طب ليه المفروض الواحد لما بينجح في الغور بيبقى يمكن انا ما كنتش ممثل كويس يعني ايه السبب يعني قعدت 8 سنين بعد الرخصة والسياسة يمكن انا ما كنتش ممثل كويس ليه القي العيب عليهم يا استاذي يا حبيبي يا صديقي اجري يا بني ادم جري الوحوش غير رزقك لن تحوش. وانا لما عملت ده ما كنتش منتظر نتائجه. انا بأودي ما عليا من فن فقط. بس فسرته بايه بعد يعني اكيد حضرتك بتاخد بتدي مع نفسك يعني مثلا يعني ليه تفس معادلات كده ما اعرفش بقى. ما انا كنت بشتغل مسرح كان يعني بيسعدني يعني. بس انت كنت رافض الدور في الاول يا فندم واللي اقنعك الاستاذ وحيد حامد فعلا؟ لا 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 الكلام ده ما حصلش. اللي حصل كالاتي: فوجئت بتليفون من الاستاذ وحيد حامد. استاذ وحيد اهلا وسهلا بيك، اهلا ازيك يا فاروق كويس؟ قال لي مش هتشتغل معايا بقى؟ قلت له يا ريت. قال لي طب انا هبعت لك روايه تقراها وتقول لي رايك النهارده. قلت له حاضر. ده يوم المنى ابعت لي الروايه بتاع الراقصه والسياسي. يا شاء العليم القدير ان ابعت لي استاذ محمد مختار برضو روايه بتاعه اللي عملها عادل امام مع ناديه جندي اللي هو عمل فيها دور العسكري افتكر لك اسمها يعني.
واللي اشتغل معاه فيها الاستاذ فؤاد المهندس. فقريت بسرعه الروايه بتاعت ايه؟ الراقصه والسياسيه، طرت من الفرح. فيها مشهد عجبني جدا اللي هو كنت رسم ما بيني وما بينها قدام موظف الحكومه اللي رفض مسرحها الانسان اللي بتعمله وهيقبله مني انا البايظ القربان كذا وكذا. وقريت العمل الثاني بتاع الاستاذ محمد مختار ومدام ناديه الجندي والاستاذ عادل امام والاستاذ، ما كنتش اعرف مين كل القصه يعني. فاعتذرت الاستاذ محمد مختار وضربت التليفون للاستاذ وحيد حامد، قلت له انا اطير واعمل الدور ده. قال لي خلاص، قلت له خلاص. المهم يا حبيبي انا قابلت الدور، يبقى الدور على مين بقى دلوقتي؟ انا انتاجي اتصل بيك واتفق معاك. مظبوط. فوجئت بعدها بفتره الصفحه الاخيره بالاهرام في المقال بتاع اسمه بدون عنوان، تصوير افتتاح الفيلم وواقف فيه مجموعه الممثلين، الفيلم ده واقف فيه استاذ حسن مصطفى ما دعونيش. انا طبعا كرامتي بالدنيا يعني، ما كلمتش حد طبعا ولا ايه خالص، لكن تقصيت افهم لماذا. وتوقف بعد كده العمل. عرفت ليه توقف؟ رشح الاستاذ حسن مصطفى الله يرحمه والاستاذ وحيد سيف الله يرحمهم لهذا الدور، وطلبوا مبالغ طائله كما قيل لي. فلما طلبوا مطالب طائله، ما هو الانتاج استاذ ابراهيم شوقي سالم المنتج اللي هو الاهرام للسينما اظن رفض، وكان الاستاذ سمير سيف هو المخرج. فقال له ايه رايك يا سمير؟ قال له انا بقول اجيب فاروق فراوكس، هو ده دوره. وقال له انا موافق. قال له هذه هي عدالة السماء، هذا ما قيل لي. فكلمني الاستاذ الله يرحمه وحيد حامد، قال لي انت مش ناوي تشتغل؟ قلت له ناوي ايه يا استاذ؟ ما انتوا عملتوا افتتاح الفيلم وما دعوتنيش وشفتوا فيه ناس انا ما. قال طب اصروا الانتاج هيكلمك. كلموني رحت، قلت له انا هاخد اي مبلغ هتعرضه من جنيه زي ما انتوا عايزين، ادوني 3000 جنيه وانا قبلت عندا في الاخرين وعندا في نفسي واحساس ان هقدم شيء مهم. بس الاجر ما بسطوش خالص ان هو قليل جدا حضرتك في الوقت ده ولا ها؟ الاجر ما بسطوش ان هو قليل يعني. كان قليل جدا. ايوه ما انا بقول لحضرتك يعني. وهم كانوا طالبين 25 و 30 الف. طب ليه حضرتك ما زودتش حتى يعني؟ مش انا ده. المهم انا جمعت عملت لبس 18 طقم لبس. للشخصيه وحطيتهم في الاوضه على التعليقات، وقلت لهم قلت الاستاذ سمير كل مشهد قول لي انت عايز ايه في دول، وعملت الدور ونجح الفيلم ونجح سمير سيف، وانا نجاحي كان معاهم مميز.
ما ينفعش ابقى مع حضرتك وما اسالكش ليه استاذ فؤاد المهندس في اخر ايام في حوار تلفزيوني لما اتسال زعلان من مين؟ قال فاروق فلوكس، برغم ان انت كنت يعني اقرب حد ليه. الله يرحمه. الأستاذ فؤاد المهندس كان يعتبرني أحد ممتلكاته، وأحد ممتلكاته بمعنى ما صحش أعمل حاجات هو بالنسبة له مش كفاية. فكان الله يرحمه لما بيعيا وكان بيروح مستشفى في منطقة جنب نادي الأهلي كده، كنت بلازمه من أول يوم لآخر يوم، رغم يقول لي قوم روح، فشال عليهم القدير إن هو يعيا وأنا في السعودية بعمل عمر ولا اعلم عنه حاجه. لما خلصت ورجعت عرفت انه كان عيان، فكلمته رفض ياخد مني مكالمه ورفض يتعامل معايا. يا استاذ فؤاد اعمل معروف كلمني، انا كنت بعمل عمر ما فيش فايده. في الحديث اللي عمله ده ذكر فيه اسمي ان انا ما رحتلوش، وان ده تلميذي وهو كان معايا مساعد مخرج، فانا فين وانت فين، وده تلميذي لنجيب، وقعد يقول شويه كويسين. وكل ما معايا كان بيجي لي، ما جاليش ليه؟ ما جاليش ليه؟ انا زعلان منه زعل كده. مين اللي قال لي؟ كنت مع مجموعه من اصحابي في كافيه كده، فقالوا لي ده الاستاذ فؤاد مهندس عمل كذا كذا، قال عليك كذا. قلت له برنامج ايه؟ قالوا برنامج اللي مع الاخت العزيزه هاله سرحان. فتقص جبت نمره هاله سرحان وكلمتها، قلت لها يا مدام هاله انا عايز ارد على الاستاذ فؤاد. قالت لي يا استاذ فاروق معلش انت جبت نمرتي منين؟ قلت لها يسال على انسان معروف مشهور ما يتوهش. قالت لي لا معلش بقى، مع لما اشوف فرصه تانية بقى. قلت له شكرا، حاولت اعتذر له بقى. ففي مخرج صديقي عارف فقال لي تعالى الاوبرا مسرح الازبكيه، هو هيكون موجود بسجل معاه في مسرح الازبكيه، وتعالى بقى اكلمه. فرحت له شافني اتعفرت، قلت له استاذ فؤاد انا جاي اعتذر لك. قلت له يا استاذ فؤاد انا كنت بعمل عمره. قال لي تسيب العمره وتيجي. قلت له عدت عليا دي يعني. انت بتفتكر حضرتك الشخصيات دي اللي اتكلمنا عليها كلهم في اخر الحوار دول، مين اكتر حد وحشك فيهم يعني مفتقد؟ حب من احمد بوري طبعا. انت حضرتك يعني كنت ملك دموعك يعني لما جيت اسمع من احمد بوري، لانه هو انسان طيب. أنا مرة أذيته وهو مرة أذاني، لكن أذيته في إيه حضرتك؟ أنت ما بتأذيش حد يعني؟ لا، الله عالم يعني. المهم أذيته في يوم، كان هو لما كان معانا في الرحاني بعد ما ساب المتحدين، عملنا الملاك الأزرق ولقى نفس المشكلة. سيد زيان برضو بيزود ويعمل، فابتدى يصور وابتدى بتاع، وأنا مش واخد بالي إن يعني أنا فاهم إنه بيصور علينا كلنا يعني. فطلب يوم الأجازة، الفرقة طلبت يوم الأجازة نروح لهم في البيت اللي هو بيت بديع خيري أصلا أساسي، فيلا جيدة في عمارة في ميدان باب اللوق فوق حات الجيش.
وقال الأستاذ عبد المنعم مدبولي وابتدينا نتكلم. قبل ما نطلع نتكلم اتفقنا يعني إذا لقيت الكلام هيغوص كده ممكن أكلم باسمكم؟ قالوا آه. قلت له بس تساعدوني. فطلعنا فكلمنا فغلطت في الراجل إن حد منهم ينطق جميعا. رد فعله كان الله يرحمه انا بعتذر له قدام الناس اهو. طبعا خرج من البيت ومشي وزين وقال ده ما يشتغلش تاني انا طبعا خدت منوم مره واتنين وتعبت واصحاب الفرقه كلموني بطريقه صعبه علما انهم قرايبي. رحت جم جولي خدوني من البيت وانا واخد منوم عملت السواري ده بالهدوم اللي انا لابسها وروحت ما روحتش تاني الفرقه. لكن الفرقه كانت عارفه ان هؤلاء الزملاء تكالبوا علي وقالوا ان الصباع المدوحس لازم يتقطع. وخلوا مساعد مدير المسرح يعمل دوري لانه كان سنه مناسب لسني. و الفرقة لم تتأخر في مرتبي بعتهولي واسمي على الأفيش. ولما رحنا اسكندرية في الصيف اسمي على الأفيش ورحت هناك. الله يرحمه الأستاذ عبد المنعم مدبولي وبعتذر له مرة تانية صار ازاي ده يجي يشتغل وازاي قلت له ممكن تسيبوني اقعد معاه شويه صغيرين. بص راسه وبص ايده واعتذرت له قلت له انا اسف انا ما زلت تلميذك واللي عملته ده انا مخطئ فيه. هتقبل؟ اهلا وسهلا. مش هتقبل هاخد شنطتي وارجع مصر. هل انت عملته ده كتير يا فاروق؟ قلت له ايوه. تسمح لي ابوس راسك؟ بص راسه واشتغلنا. يا شاء العليم القدير الراجل ده يظهر كان عنده المراره شديده ولا ايه؟ ففي وسط عرض من العروض تعب جدا. والراجل كان ده عنده ميزه واحنا بنشتغل وتعبان بقى ايه يقول اللي بعده يعني ايش في اللي بعده ماشي اتفق معاهم على كده يعني اللي جاي ده اشوفه واعمل اللي بعديه عشان نخرج بدري ويروح عيان. هروح مسكين عيان ورحت البيت. اسكندريه في الوقت ده بالليل ده تنساها ما فيها عشان تلاقي دكتور صعب. جبت له 4 دكاتره من القوات المسلحه وحكم اني اتعالجت عندهم فبقيت على معرفه مع حد فهو جاب الدكاتره والحمد لله ربنا شفاه وعافاه وعافانا 4 ايام وكده يعني. واستمرت علاقتي بيه قائمه على هذا النوع من الاحترام. هذه خطئي وادي تصويبه. ايضا الأستاذ عبد الله فرغالي الله يرحمه كان مديني مسرحية بالإنجليزي ترجمتها. اديتها للأستاذ عمير مدبولي وهو في المسرح عشان يقراها. فكان معاه الأستاذ أسعد أمين خدها نقلها. وما هو نقلها كان أيامها النقل المكنة التربيعية. ودام اتنقلت انسى. استاذ عمنا يا استاذ عمنا من الروايه ما فيش. قال لي بكره بعده لغايه ما جابها لي. شفت الورق قلت له انا اعرف ورقي كويس الروايه دي اتنقلت. قال لا قلت له اتنقلت يا استاذ عمنا. قال لي طب عايزين الشريحه.
طب اشتريها زي هي مش بتاعتي، اشتري الترجمه ولا اشتري ايه؟ ولا عزاني مع صديقي عبد الله فراري، اشتروا مني الروايه وطلبوا مني استاذ اسعد امين، وطلب مني ان انا اسجلها في الشعر العقاري، فسجلتها في الشعر العقاري دفعت 150 جنيه، وهم ادولي ورقه ورقه، وهم ادولي 130 جنيه، واصبحت في نظر عبد الله فرغري انسان مش كويس، واصبحت في نظر بعض الزملاء حرامي، وقامت فرقه مدبولي هو والاستاذ قاسم اسمه ايه، انا قلت لك اسمه نسيت والله. بس انا مستغرب من حاجه، ليه حضرتك عملتها 150 وخدت 130 بس؟ يعني حتى لو حضرتك عملت ما هو خدها الروايه مش معايا، خلاص اضرب بقى في الحيط. عملوا فرقه اسمها المدبوليزم، وعمل الرواية دي تمثيل الأستاذ حاجة عبد المقصود مش فاكر الاسم، وبطولة أخونا الفنان الكبير العظيم يحيى الفهراني والأستاذ مدبولي ومجموعة بقى، عمل رواية والتانية، وهم كانوا مأجرين مسرح اسمه مسرح العمال اللي هو في شارع جلاء، انا ليله الافتتاح بتاع المسرحيه دي كان اسمها راجل ومفيش منه، عزت عليها نفسي جدا، انا متعود اما احس بالظلم هروح لسيدنا الحسين واقف في الميدان من بره وادعي، وقلت يا رب لو انا ظالم حد تعالى عليا، لو انا مظلوم ابعث ما يهدئ الظلم القواقع علي. هم عملوا روايتين، وفي الفترة الثالثة اتحرق المسرح، ماس كهربي أو حاجة زي كده، فمسرح العمال لغى التعاقد بيني وبين فرقة أسعد أمين ومدبولي، وانتهى أسعد أمين. أنا لا أشمت في أحد بس أنا أحكي قدر، أنا غلطت في الأستاذ مدهولي وهذا خطأ، وكن حاجة تتاخد مني ودون رغبتي ومجهودي اتاكل، وحضرتك بتقول لي 130 و150 ضيعوا، وأنا لما ترجم الرواية دي شوية يعني، وبعدين مش بتاعتي، وربنا كرمني الحمد لله. الحمد لله. طيب احنا بقى ما ينفعش نقعد الكلام الصعب ده، ما نتكلمش عن الاباجوره الحلوه دي من حضرتك عاملها يعني. انت حضرتك بتعمل اباجورات يعني، ده هوايه من زمان جدا؟ انا هاوي حاجتين، القراءه والكتابه طبعا والتاليف، والحاجه الثانيه هاوي اعمل الاباجورات يعني، الحمد لله ربنا نجاني من المخدرات والمسكرات والحاجات دي، فكل الأبجورات اللي في بيتي وفي بيت ولادي أنا اللي أعملها، وهناك أيقونة أنا أعملها مكررها في بيوت الثلاثة، عندي بنتي يسرى اللي أنا فيه دلوقتي، وواحدة تانية في بيت أحمد، وواحدة تالتة في بيت هيبة بنت الصغيرة، وتبقى تصورها هوريها لك واحدة منهم هنا. أمال إيه بقى نقطة السحاب حضرتك بقى في آخر الحوار بقى؟ طب تيجي في نطيحة سحاب هقول لك عليها عملتها. نطيحة سحاب؟ أنا قلت لك العمارات اللي أنا عملتها اللي هم أولادي. نطيحة السحاب يا صديقي هو جمهوري الحبيب، لا حصر له ولا عدد، والحب يملا عينيهم ويسري كل العواطف داخلي، واشعر بسعاده
كبيرة، وحب الناس ليا في كل مكان أذهب إليه، وده ملوش مقاس، نطحت سحاب داخل مصر وخارج مصر. دايما يا فندم كده في أحسن صحة وأحسن حال، ويعني أنا بشكرك جدا على الحوار ده. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا لا أحقد ولا أكذب ولا أدعي، واللي عاجبه كلامي أهلا وسهلا، واللي مش عاجبه كلامي أهلا وسهلا، وأنا بين يدين الله. يعني أنا وصلت من السن الكبير، يعني مشوار اللي بقى قليل، فمش معقولة هكذب يعني. دايما يا فندم في أحسن صحة وأحسن حال، وشكرا جدا لحضرتك. أشكرك وأشكر السيد رئيس التحرير بتاعكم، وأشكر حظي العظيم أني سجلت الكلام ده.